دايما الاعلام المصري ده الحقيقه يقول لك انا عايز، انتوا عايزين يعني احنا عايزين ايه من افريقيا، احنا مصالحنا ايه في افريقيا. انت كل مصالحك واهم مصالحك يعني جايه من الخارج، واهمها على الاطلاق نهر النيل، وعشان كده انت مضطر، دي مش رفاهيه، انت مضطر ان انت تلعب ادوار خارجيه. طيب. وبالتالي انت محتاج ان انت تكون شريك في خطه التنميه اللي اعلنت في الاتحاد الافريقي مثلا 1363، ودي لها في، انا سامع ان وزاره التخطيط بتطور خطه 2030 حتى تدمج، ايوه حتى تدمج فيها 1363، لانها الحقيقه خطه طموحه جدا. محتاجين ان احنا نسعى الى ان تكون هناك بنيه تحتيه ملبيه لاحتياجات العلاقات البينيه على المستوى الاقتصادي، ده تحدي كبير في افريقيا. محتاجين ان حركه التبادل السلعي عبر البحر الاحمر تتزايد عبر اسطول تجاري. محتاجين كمان لافريقيا ان تكون منظومه الامن في البحر الاحمر مناسبه لكل الدول المشاطئه على البحر الأحمر والدول الحبيسة المجاورة للبحر الأحمر بما يلبي احتياجات كل هذه الدول. إذن أنت وإفريقيا أجندة مشتركة، مش أنا محتاج إيه من إفريقيا، لا أنا لازم أشتغل مع إفريقيا عشان في النهاية أحقق أنا استقراري الداخلي. أنا عايز أقول لك أن إسرائيل 30% من الاقتصاد الإسرائيلي بيعتمد على إفريقيا، الاقتصاد المصري مش كده، 30% الاقتصاد المصري مش كده، وأنت عندك إمكانية يكون ده، لكن محتاج ان انت تطور ادواتك الحقيقيه.